الفنانة الكبيرة النجمة لا ديفا نجاة عتابو. أمس الخير عليكم، لاباس عليكم، توحشتكم بزاف بزاف بزاف، الله يحفظكم. بطبيعة الحال بالمناسبة ديال المهرجان ديال الأمواج، فأنا جيت سعيدة أني نحضر وأني نكون في الافتتاح، فهذا شرف كبير ليا وجاية وأنا متشوقة بزاف للجمهور ديالي اللي توحشتو بزاف. وما ننساش أني نذكر بأن أني نقول في حق يعني المنظمين أن المهرجان منظم بواحد المستوى عالي، بالمستوى اللي كنتمنى أن يكون جميع المهرجانات يعني في نفس المستوى. ما شاء الله هذا الشيء زعما بهرني وسعدني في نفس الوقت. والتغييرات يعني الجذريه اللي وقعت في السعيديه يعني كنتمنى انها تكون يعني في بزاف ديال المدن المغربيه. هكذا بغينا نشوفوا بلادنا، هكذا كنتمنى اي قنت مشيت ليه في المغرب الا ويكون بهذا المستوى. ديالي اولا موجده ليه كل حب وموجده ليه الاغاني اللي كيبغي، وانا دائما يعني كنغني على حسب الجمهور ديالي اشنو بغى يسمع. شوف هو اللي كيبقى الاختيار ديالها، انا مثلا هي اكيد عندها ميول كبير للفن
ولكن هي غادا بواحد الخطى ثقيله شويه كتفكر وانا مخليها على راحتها مثلا. انا جات بسمه يعني الاشاعات اللي كتروجي الفنانه بسمه الوفاه، شنو كيفاش كتشوفي انت؟ شوف انا ما تنكيش اكيد انا ديما قاتليني والله يهديهم وصافي. اش غنقول لك؟ مي انا داكشي زعما لا يحرك فيا سكينه، ما كنديهاش على ديك الهضره انا كاع كيف ما بغات تكون ما كنديها حتى فشي حد. جديد الفن ديالك؟ ها جديد الفن ان شاء الله حنا كنوجدوا واحد الديو غنديروا انا وبنتي نيت ان شاء الله، وكنتمنى انه يروق الجمهور ان شاء الله. يعني مع خير الجمهور ديالك؟ كنبغيهم بزاف، كنحماق عليهم، وكنتمنى اني دائما نبقى مع اتصال بهم، وانا كنقول لهم راني كنموت عليكم، واي حاجه كنديرها الا وانتم السبب فيها. شكرا.